إسماعيل ياسين من مواليد محافظة السويس يوم 15 سبتمبر 1912، وتوفي في 24 مايو 1972 على عمر يناهز 59 عام. طبعا انتوا عارفين ان اسماعيل ياسين شاف معاناة شديدة جدا في حياته وفي طفولته وقبل ما يخش مصر الثانية أصلا، لكن احنا النهارده هنتكلم عن نجومية اسماعيل ياسين وأجره كنجم شباك. اسماعيل ياسين طبعا بدأ حياته كمنجزة، اشتغل في كذا وبديع وصبي، اشتغل عند فتحية محمود، اشتغل عند نبيل عز الدين، لحد ما لمع نجمه كمونولوجيست وارتبط بالاستاذ ابو السعود الابياري. ده يعني يعتبر عبقري زمانه. الراجل ده ارتبط باسماعيل ياسين فنيا وشكلوا ثنائي ناجح جدا زي نجيب الريحاني وبديع خير فيما بعد. فبدأ يلمع في فن المونولوج وبدأ يبقى ليه مستمعين ويغني في مظهر الإذاعة. بعد كده دخل المسرح مع علي كسار وقام ببطولة مسرحيات، قام بشارك مسرحيات يعني معاه على التمثيل والرجال وكلام من ده. وبعد كده اشترك معاه في علي بابا الأربعين حرامي وعلاء الدين والبحارة الثلاثة، كان أجره تقريبا 15 جنيه. وبعد كده ليلة الجمعة وبدأ يظهر بقى يعني أدواره تكبر شوية زي فيلم عنبر وفيلم قلب دليل لما كان دليل يا ميمون والكلام ده كله. بدأ بعد كده يظهر في دور السنين يعني ليلى بنت الأكابر، ياخدوا محمد مع محمد فوزي مع فريد الأطرش مع أنور وجدي، لحد ما لمع في حتة إن هو يعني إيه يسرق الكاميرا من البطل. كان بيطلع السنين أو الدور الثاني اللي بيعمل جو في الفيلم، بس كان بيسرق الكاميرا من البطل. أنور وجدي التمس فيه الحتة دي، رغم ان كان شكله ما بيتمتعش بالوسامه بس كان عنده قبول وعنده خفه ذهن شديده. فانور وجدي اثنى بيه دور بطوله فيلم الناصح، ده كان من انتاج انور وجدي سنه 49 بعد موت الرحاني، بعد وفاه الرحاني. الفيلم كان لسه ماجده وجه جديد، يعني وجه جديد والبطله مع اسماعيل ياسين. الفيلم نجح نجاح منقطع النظير. فبعد فيلم الناصح على طول برضه انتاج له فيلم المليونير مع كاميليا. الفيلم ده فيلم تحفه يعني، فيها عين علاني وخمره جني وعايز اروح والاوبريت الشهير بتاع وسع من وش العقلاء، فده برضه من تاليف العبقري ابو السعود الابياري. وانطلق اسماعيل ياسين في البطوله المطلقه، عمل فيلم البطل مع شاديه وتحيه كاريوكا، وده ايضا من انتاج انور وجدي، وفيلم فلفل، وانطلق في البطوله المطلقه فكان ناجح جدا. في الفتره دي بقى ما كانش عايز يطلع دور تاني لولا ابو السعود الابياري نصحه وقال له لو جالك دور مع فريد الاطرش او مع انور وجدي او مع محمد فوزي ما ترفضوش، لان جمهورهم هينضم لجمهورك. وسمع بنصيحه ابو السعود الابياري وعمل فيلم اخر كدبه. فيلم اخر كدبه كان فريد يعني كان اسماعيل ياسين كعبه اعلى من فريد الاطرش وكان جمال. لما نجح الفيلم كله كان اسماعيل ياسين كسر الدنيا في الفيلم ده، لما طلع بدور ارنب ودور عمته اللي بتمسك البلالين في الاتوبيس، يعني كان دور جميل جدا ومميز في الفتره دي. وطبعا عمل انسه حنفي كان اجر اسماعيل ياسين في الوقت ده 750 جنيه. بعدين عمل فيلم الدنيا لما تضحك، جه يجي له ناس من بره قالوا احنا هنعمل ثلاث روايات للرحال، بس بشرط اسماعيل ياسين يكون هو بطل الثلاث روايات وهو اللي يعمل دور الرحال في الثلاث افلام، منهم فيلم الدنيا لما تضحك. اسماعيل ياسين طلب اجره الدبل من 750 ل 1000 ونص، وتعقد عليه وكان اجره 1000 ونص. بعدها عمل برضه ايضا ثلاث روايات للرحاني، كان من ضمنهم فيلم ستات ما يعرفوش يكتبوا مع شكر فرحان وشادية، وطلب الدبل ايضا كان اجره 3000 جنيه. وتوالت اعمال اسماعيل ياسين بقى في البطولات، عمل متحف الشمع، اسماعيل ياسين متحف الشمع، وقفلة اسماعيل ياسين، ومغامرات اسماعيل ياسين. ففضيل عبد الوهاب جاله انه يعمل سلسله افلام الجيش، وده كان اقتراح من الرئيس جمال عبد الناصر. لما عرف ان اسماعيل ياسين نجم جماهير وله شعبيه، فعلشان يحبب الناس بالعسكريه المصريه خلى اسماعيل ياسين هو اللي يعمل سلسله افلام الجيش. عمل فيلم اسماعيل ياسين في الجيش برضه طلب اجر الدبل من 3000 ل 6000 جنيه. طبعا عرض العسكري لعرض الفيلم اسماعيل ياسين في الجيش حضروا
قيادات الثوره كلهم حضروا عرض الفيلم ده، ونجح نجاح كبير جدا، وعمل بعدها فيلم البوليس، وعمل بعدها فيلم الاسطول، والبوليس السري، والبوليس الحرب، والطيران، الست افلام بتوع الجيش. نجحوا نجاح كبير جدا، وفعلا حبب الناس بالعسكريه المصريه. يعني اسماعيل ياسين طبعا عمره ما يسيء الدين المصري زي ما صرح الاخ محمد رمضان قبل كده وبعد كده اعتذر. عمره طبعا اسماعيل ياسين ما يسيء الدين المصري، لان افلام اسماعيل ياسين بتحكي عن يعني اولا فيلم كوميدي، بس الفيلم مضمونه ان العسكريه المصريه مصنع رجال، ان الواحد يدخل الجيش ما يجيبش مثلا اسماعيل ياسين ده قوي وطويل وطول بعرض وذكي وبيفهمها وهي طايره لا، الراجل بيجيب لك واحد ذكاؤه محدود، يعني محدود الذكاء، خواف، بيركب الهواء بيخاف من البحر، حيث ما دخل وتطوع في الساحه البحريه، فطبعا شيء طبيعي ان هو مش هيدخل بطل على طول، لا ده ينط في الميه، يقف احمد رمزي، يقف عبد المنعم ابراهيم، فين وفين بقى على ما يتجرأ ويتعلم السباحه وما يخافش من البحر. وفي اخر الفيلم طبعا اسماعيل ياسين قال له انت تعبان ريح، قال لا لازم احضر ضرب النار، انا خلاص انا ما بقتش اخاف من البحر، انا بحب البحر، انا ماليش غير البحر والبحريه. فده مضمون الفيلم ان العسكريه المصريه مصنع رجال، وتشوف بقى الصداقه لما اتزنى وعباس الجسر عايز ياخد بنت عمه، وبعد كده احمد رمزي وعبد المنعم ابراهيم لموا له فلوس وكتب على كل ورق رجب رجب. فدي التلاحم ما بين العساكر وبعضها وما بين صف الضباط، هي دي العسكريه المصريه الصح اللي اسماعيل ياسين عايز يوصل لها. وناس كتير اتطوعت في الميري، اتطوعت في الجيش بسبب افلام اسماعيل ياسين. بقى فيلم ابن حميدو كان اجره في الفيلم ده 7000 جنيه، يعني واخد اكتر من تلت الميزانيه. الفيلم ده كانت ميزانيته 18000 جنيه، ميزانيه الفيلم كله 18000 جنيه. لما اتعرض حقق ايرادات كام؟ تفتكروا كده كام؟ 300000 جنيه. 300000 جنيه في عز ما كانت التذكره ب 3 قروش، وعدد سكان مصر ما يتعداش ال 25 مليون. وده يعني في حد ذاته رقم قياسي جدا. وده قال الاستاذ احمد رمزي بنفسه يعني في كذا لقاء، قال ان فيلم ابن حميدو حقق الرقم ده. 300000 جنيه ده رقم مش يعني مش هين، من 18000 ايرادات الفيلم، تكاليف الفيلم 300000 جنيه ايرادات، فطبعا ده رقم قياسي جدا. قعد بقى العمل سلسله افلام بقى اسماعيل مستشفى المجانين، افلام الخمسينات كانت هي فتره اسماعيل ياسين. فتره الستينات بقى كانت اعماله ابتدت تقل او بدا يطفى نجم اسماعيل ياسين. عمل طبعا المليونير الفقير، وعمل الفيلم بتاع العمل مع عمرو دياباظة دوت المجانين في العين سنه 62 او 63، وبدا يطفى نجم اسماعيل ياسين مع ظهور جيل جديد، فؤاد المهندس ومحمد عوض وعبد المنعم مدبولي وامير الجليلي، كان بيدعموا مسرح الدوله، وبدا مسرح اسماعيل ياسين الاقبال عليه يبقى ضعيف. لان ال 55 مسرحيه وال 60 مسرحيه اللي عملهم اسماعيل ياسين كلهم التاليفه من سعود الكبياني، فاصبح في تكرار. ف طبعا الناس عايزه ان الامزجه بتتغير والاذواق بتتغير مع ظهور الجيل الجديد دوت، بدا يعني حتى الاقبال عليه يبقى ضعيف من ناحيه المنتجين اللي كانوا يعني كانوا بيجروا وراه في فتره الخمسينات، اصبحوا يتهربوا منه في فتره الستينات ويروحوا للاجيال الجديده. الافلام الكوميديا بقى اللي كانت ماشيه في الوقت ده، يعني زي مثلا الجواب على الطريقه الحديثه، اخر شقاوه، شقه الطلبه، المغامرون ثلاثه، تحدي ريفه محمد عوض واحمد رمزي، فيلم اشاعه حب بتاع عمر الشريف، 30 يوم في السجن، وافلام الثلاث فضاء المسرح، يعني كانت هي دي اللي كانت ناجحه. وكان فاطين عبد الوهاب بيخرج القاضي المهندس، وبيخرج الافلام دي برضه فاطين عبد الوهاب، يعني اشاعه حب خرج فاطين عبد الوهاب اللي كان بيخرج اسماعيل ياسين ده في الخمسينات. لما لقى الاقبال عليه ضعيف سافر لبنان. في لبنان كان بيمثل اعلانات وكان بيقبض ادوار يعني سنويه صغيره لا تليق به كنجم مرموق علشان الفلوس. وغير كده كان يعني حته روايه حكيتها لمرات ابنه، ان هو لما سافر لبنان كان معاه 300000، رجع من بره لقى رصيده 3 جنيه قلبه على ممتلكاته. فده يعتبر ظلم في حد ذاته. لما راح لبنان طبعا استمر هناك في لبنان، وعمل 80000، عمل 80000 جنيه، 100000 دولار ب 80000 جنيه، يعني كان الدولار وقتها 80000. راح افتتح مسرح في سوريا. لما افتتح مسرح في سوريا جمهور سوريا كله كان يحب اسماعيل ياسين.
ولكن في الوقت ده بتروح حرب، تبقى حرب الاستنزاف، المسرح خسر و الفلوس اللي جمعها في لبنان خسرها في كوريا، رجع مصر عمل مسرحية اسمها اتفضل قهوة، كانت معاها الفنان الصغير رمزي كانت لسه صغيرة يعني. المسرحية اللي فشلت فشل ذريع، وبعد عرض المسرحية دي مات عبد الناصر، اتوقف المسرح خالص، رجع إسماعيل ياسين يشتغل بالرئيس الثاني في شارع العرب. طبعا كسبت عنده كلام مش كويس، إسماعيل ياسين كان أول الفن، ودي كانت يعني اتسببت في جرح إسماعيل ياسين، وراح لموسى صبري وقال إزاي كتب عن الكلام ده، ولا إسماعيل ياسين وده من حقه طبعا. بس وبعد كده عمل فيلم نص مليون جنيه، وآخر فيلم ليه طبعا كان فيلم الرغبة والضياع مع نور الشريف ورشدي أباظة وهند رستم سنة 72. إسماعيل ياسين ظهر فيه بمشهد صغير لأنه هو توفى أثناء تصوير الفيلم. رحم الله فنانا الجميل الأستاذ إسماعيل ياسين. عجبك الفيديو؟ دوس لايك واعمل اشتراك للقناة.